مرحبا، كيفكم يا جماعة؟ طبعا هاي الحلقة الثانية بخصوص المواهب، وراح نسأله طبعا كتير أسئلة ونشوف صوته حلو ولا لا، وراح نشوف الكتكوت الصغير شو اسمه، قديش عمره، وامتى بلش الفن. تعالوا نشوفه. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله تمام. شو اسمك؟ جاسر الحمامة. عشت الأسامي. قدي عمرك؟ 14. سمعت انك بتغني. طيب كيف بلشت الغنى عندك؟ عادي والله، سمعت من الناس انه بيقولوا صوته جاسر الحمامي حلو زي هيك. تمام. وامتى بلشت الغنى؟ طيب من اول، وانا من صف اول بغني انا شيب واغاني وكل شيء. كويس. طب ممكن تسمعنا اغنية وتطلع في الكاميرا؟ ايوه. ما بي حين اصبر بعد، والدنيا شلت حالتي، من صغر تعبان واحس اليوم تكبر علتي، ما عندي واهسن الفرح، ما يهمي لو زاد المشي، ما بي حين ولا صبر، تصرف بيجري بحالتي، تعبان من جر النفس، مخنوق حتى من الهوى، معلول ما ينفع معي، دكتور ما ينفع دواء، نيران وبهم دنيتي، هالقلب جمر رنجوك، تلقاني عايش بالاسم، بس أني والميت سوى. الله عليك. الله ما شاء الله، صوتك كتير بجنن. طيب ما انك هلقيتها غنت لنا عربي، شو حابب تسمع المشاهدين؟ اي اغنيه غير العربي؟ تفضل. الله، تفضل يا فنان. ونقي صغلي مغلي النود سكرني، دي ميساج بغلوج وغافوني، ونقي صغلي مغلي اللون خدو نوفل، On this kid is calling for tragedy. Demo, sur le monde réveil, pour ne pas s'éblayer, pour tout changer. Mais là, je ne demande, dans un refrain, nos fusées, nos tisées. On écrit sur les mots, les noms de son corps, des messages pour le jour à venir. On écrit sur les mots, les langues qu'on donne aux villes, on discute de ce qu'on en faudrait dire. Allah, بالعربي حلو، وكمان بالفرنساوي احلى، ما شاء الله عليك. يا الله يخليك يا رب. يخليك. ايش هالصوت هذا؟ ربي يسعدك يا رب. مين اكتشف الصوت هذا؟ كثير ناس. كنت بغني على في الرمال، وانا قاعد بغني شافني صحفي، صار كل يوم يصور فيا ويصور فيا، ما حد لو وصلت لمرحلة إنه أكلم محمد عساف، وكلمته وحققت أمنيته، فإن شاء الله منتمنا على هذا الموضوع إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يا رب بتطلع أكتر وأكتر وبتنشهر، وإن شاء الله صوتك بيوصل لكل العالم يا رب. أمنيتي هذه، لأنه أنا بحب أقف جنب المواهب والله. الله يخليك يا رب. ويخليك. طبعا ايش حابب تحكي كلمه للمتابعين؟ حابب احكي الله يخليكم يا متابعين، والله يديمكم فوق راسنا يا رب. تسلم. طب ممكن تسمعنا كمان اغنيه؟ يلا. يا مالي علي انظري، حرام لغيرك نلتفت انا، يا مالي علي انظري، حياتك في بعدك تمت مش حياة، يا مالي علي انظري، حرام لغيرك نلتفت انا، يا مالي علي انظري،
حياتك في بعدك تمت مش حياك. أويلي ويلي قلبنا غويك، أويلي ويلي شاغل نصيب، كسر لي قلبي من قل يغيب، ربي عودني غيرك حبيب. يا من علي انظري حرم لغيرك نلتفت أنا، يا من علي انظري حياتك في بعدي تمت مش حياة. شكرا لك. الله، صوت ما شاء الله روعة، كتير الصوت حلو. طبعا يا جماعة اللي عنده أي موهبة يروح على الانستا، رح نزل لكل رابط على القناة، وأي حدا عنده صوت هيك احنا بندعم يا جماعة الأصوات والمواهب واللي حاب. طبعا يا جماعة اللي عجبوا صوته يقيموا من 10، لا تنسوا تكتبوا في التعليقات، لا تنسوا تعملوا لايك حركة الاكسبلور. طبعا يا جماعة في نهاية الفيديو لا تنسوا تقيموا من 10 وتكتبوا في التعليق إذا عجبكم. والمواهب يا جماعة بعيد وبزيد، المواهب اللي حابب أنزله على القناة هنا يروح في رح نزل رابط في طبعا يا جماعة بنهاية الفيديو لا تنسوا تقيموا من 10، اللي عجبوا الصوت يقيموا. وطبعا يا جماعة احنا بندعم المواهب، واللي حاب أي حدا حاسس صوته حلو راح احط لكم الرابط تبع الانستغرام، ولا تنسوا اللايك والشير وتفعلوا الجرس، وباي. يا مالي علي انظري حرم لغيرك نلتفت انا، يا مالي علي انظري حياتك في بعدك تمت مش حياك. يا مالي علي انظري حرم لغيرك نلتفت انا، يا مالي علي انظري حياتك في بعدك تمت مش حياك. اويلي ويلي قلبنا غويك، اويلي ويلي شاغل نصيب، كسر لي قلبي من قل يغيب، ربي عودني غيرك حبيب. يا مالي علي انظري حرم لغيرك نلتفت انا، يا مالي علي انظري حياتك في بعدك تمت مش حياك.